هذا بقى مركو البرت المقال كده قلت شيء دان وحوي رسم الرئيس فنان دينا قالك عاه يف فنان الرحمة حسن ورنتي تقال بقى عن الحمري هير أي حتى سكو هران مهرده هذا مريان أحمد دي ومجال نيروبي حال سكو كشيء بل مريان أحمد دي يد الشخصية دي ده وداهر على شو لسه عارين لايف كا سلام الله عليكم ورحمة بلشي وايد سلام دي الله يعزك دي إنت أسكت دي ورت بركة واد مقال كهرد عيسو أتصارك تاني aan labada qodob ee nidaamka istaagi doona Soomaalideenni waxay markii hore ahayd in rageenu aanu dagaal u taaganay laakiin waxaad mudaa bariyahan dambe in haweenkeenina ay nagu daydeen oo haweenkeenina dhamaantood dagaal u taageey haday tahay fanaaniin ha sheegin youtuber ha sheegin tiktok ha sheegin siyaasad ha sheegin dagaal ba diyaar loo waday mid qabiili mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed bal hadaba مركز برت المقال كده قلت شيء دانو حويه رسم الرئيس فنان دينا قالك عاه يف فنان الرحمة حسن ورنتي تقال بقى عن الحمري هير أي حتى سكو هران مهرده هذا هذا بقى واحد دنيا برت تقوله وده قارن آدم مهم آه أو آه مريان أحمد دي وداهر على شو شاعي إن لوجود دلي نيروبي بل سيد تاني لوجود بين مريان أحمد دي نيروبي لوجود دلي يحالة دي ده بل واحد على سلا مقال كاس هشيس كأ هذا دعوتها الله سلينا يا الله اسمعك يا هرت برانك به هذا سلوكي بالو قارة يا محي دي دي ترادون هالشيء تدو وين قرط كده عيبان هاي أول على نمدي يسمع على نمدي يضد نمدي كود اللي حسي يرجع رم وشيء ده كعديك تي أنا وين وين هالشيء معناها أنت أص تدك بدن عم ما أوران كريا هاي صار ريا أضيق نمدي كل ما بشر بعطوا إن تغلط عيب وهي ما كان بشر بعطوا غلطة مكرتا قلت كني قعدت ترادون ولا نمدي يضد نمدي دي بنو قرن ويني حماني عيبان وصمايني الحمد لله حمنا مكلا قالين وانا نشينا قدبك كوادر اللي قلنتا عدا كقايب قاعدة طيلة بدا حبلوت وحك كمي دا فنانة قالق اه نمعدرين وانا لك ان ادي اد انو قد سلامي هذا بقى هل مغالبة دوني يا برتاني تقولوا داقو ورتي اه مريان احمد دي ومقالد نيروبي حالسكو كشي بل مريان احمد دي يد الشخصية دي دا وداهر على شو اللي سعرين لايفكا وكور بالحنس السيدي وحجران الحقيقة اه بلا دعوة ما هي حمر نولي جاي لهم الدعين نيروب نولي جاي نولي ودعين إلى أي واحد يقدر بجي يقدر بجي الله يفعل بلا وكيل ما لها مكان منك بحيس إن هرتا وحول بعد تعلمون كجون قاري على بعضه سو ما لدي نوح عقب بدن أدي له يحوي وحول بك جون قاد هذا دجال كنا قط قار بدن دجال كل حيين كجون قاران لبعضه لبعضهم بتكل كل ما يسا هذا بقى واي ay dadka qaar barigi hore dhalinyaradu xismeen jireen inay isbaalan sadaan iyagoo oo doonaya views laakiin marka bariyahan dadba waxaan dareemayna in noloshii basinkii saxdi ay ka noqotay media dhalinyaradii taas oo keenaysa inay islaayaan isbaalan sadaan si dhab ahna iyagoo ay ka taagatay qadiyad halkii gudub isay ka daagatay waxaan ka xasuusanaa dhalinyaradii muqdisho lagu xiray serious bi ka taagneen kama ahan branki kama ahan jilitaan halka rasmi rais يا رنتي فنانين الرحمة حسن أي راح ده ما كيشينين أنت هذا واحد برانك بيه هيد وحمر رنب الموديسين تسمع عنه ده هاي معناه ونسلو وجنه كودان بس ما يهين وساسان تدرك وحسلو ولا يقلا وأنا اللي فهم يا ده دكتور اللي دكتور يفهم يعني ويجران كريا ده دوا وين بيرون هاي ميديا هني بدو كسر شري ده حنا له هذي ده حنا له قاضي ده عن واحد برون مودني ونهر يعني لكن بريها ده بيه إنجا إن الهر يع سكستي على تبع مريان أحمد دي واحد شاكتاي إن نيروبي لغو ديرين لغونا دعين حامنا لغو ديرين لغونا دعين ويلي جدي عليه هذا بقى سؤال اللي سيو ويدين تونا تطبع عن الله يفكالله سعرا يانا نديك تشيرنا سيدا ماي وانا نصيبك نصيبك وانا نصيبك واحد يبقى يمي تصور إلا يمي تصور ما هذا عرورة فوجو تبقى يا أحمد دي أنا وحرور ميجو قان ولي ملي قرصن بدأ أبتي ما تبقى عدد دمية أني دواء أني وحيك دواء عاد في عام جرت به
in qabiil ahaan lagu ataago laakiin waa qof runtii dadnimo badan wiilana aad bay xanuun badan tahay in nin rag ah uu la kulmo qabiil iyo in gabadh qabiil iyo qabyaalad la kulanto waxa u nugul gabadha u nugul waayo dumarkeenu ma kari karaan qalbiyan bay nooga jidacsan yihiin shakhsi ahaan iyo dadnimo ahaan way naga qalbi nugul yihiin sida awadeed ma kari karaan qabyaalad iyo faquuq hadaba Maryan Axmedey waa inaan aad u karti badan u dadaal badan runtii aanan oran karin baraha bulshada dhalinyarada aan ku arkay cid ka dadaal iyo karti badan ma jirto Maryan Axmedey ka shakhsi ahaan ma aha shakhsiyad ama dad ka lagu bartay ee baraha bulshada aniga waa dadka aan ku bartay aan iguna soo gaaray midyahan ugu jirta qaab ganacsi mana ganacsatayna tahay hadaba dhalinyaradu iyagoo shaqeysanaya ganacsanaya hididiila aad leedahay hadii aad la kulanto qabyaalad faquuq iyo sid aad la kulanto qalbiyan baad u dhimanaysaa adiga oo nin rag ah bal hadaba ruux dumar ah oo ninka rag ah waa ka adkaysi badan yahay gabadhe bal gabadhna maxaad u fila u ka filaysa hadii qabyaalad iyo faquuq lagu gula kaco kulliisa Soomaali kama maarante balse hadana way ka nooshay alxamdulillah marka waxaan ku sheegi karaa inay tahay gabadh aad u adag runtii nafteeda na ka adag ee si kasta tana qabyaaladu waa qurun markastana Soomaalidu naxtirada qabyaalada laga fogaado dugsi meel qabyaaladi laakiin waxaan muujin haddana daraansanahay in mar walba qabyaaladu ay sii koreyso sii qaan gaareyso sii qurux badanayso qabyaalada dadka qaarna shaah iyo biyo ku cabaan oo way ku noolaadaan oo guriyey ka dhistaan dadka qaarna qabyaaladaasi agta hoosteeda ilaahay oo aan geynin bay dulinimada qabyaaladu ay leedahay agta hoosteeda geysi marka aad baan uga xumahay insha Allah ma oran karo Maryan Axmedey qabyaalad baa lagaga cararay loo guursan lahayd ma oranayo taa ma oranayo taas waa calaf carafkana ilaahay baa haya maalinta alla qoron baa qofka dhaqaaqaya laakiin dhow jeer baan arkay tiktok teedan waad ku arki doontaan aad baan u mahadsantihiin waana jeclaysan lahaa inaan haweenkeena qabyaalada lagu la dhaqmin sidoo kale tan waxaan dareemaynaa imkaanaga daa ragnahay in qabyaalada naga badsadaan haweenku marka waxaan oran lahaa haweenku qabyaalad way ka weeyeen haweenku qabiil way ka weeyeen macal qaran bay ka weeyeen haweenkeena Soomaaliyeed marka waxaan lahaa haweenkeena Soomaaliyeed hadaa anagu rag ahaan qoriyays ku haysano qabyaalad isku yareynayno halka kaliya aan ka noolnahay waa haweenka Soomaaliyeed marka waxaan xornaa lahaa haweenow halkaan ka noolnay waa idinka quraatee idinkuna hadda sidaydii qoryaha qaadataan qabyaalad isku yareeytaan isxaasidaan macnaha cagta isku saartaan macnaha waxay noqonaynaa qoom halaag may beena noqonaynaa marka waxaan xornaa lahaa cagaha kaliya ku taaganay waa haweenka ilaahay haweenka hayno daayay haweenka kaliya ee qabyaalada la barin hana laga wacyigeliyo aba u maasatay muqaalka noo la galay noo sheer gareya intan muqaalka ku xukun doona xadigtiya sida iyo amaanal.